شارح في كل الزباله مع بعضها. تعالى بقى نتفرج على السيلم كونستكشن ده. اجل النور بقى عشان نفرجكم على الحاجات اللي انت عملتها امبارح. انا ما شفتش السلم خالص بصراحه، ما اعرفش. بسم الله ما شاء الله، ده انت اشتغلت شغل ايام. اجل النور، الله ينور الله ينور. بسم الله ما شاء الله، ده انت عملت معجوق. انا عملت استعد جدا. لا بسم الله ما شاء الله. محمود ما شافتش الكلام ده لان امبارح كانت تعبانه جدا. الله ربنا هو اللي شفاها الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. ده امبارح كان دور غريب، انا مش عارفه ايه اللي حصل لي ده. بعد الغدا حسيت ان انا دايخه والدنيا بتلف بيا، مش عارفه ليه اصلا، ايه السبب. حسيت ان انا عايزه ارجع، بالفعل رجعت البطن كله بس الحمد لله الحمد لله. لا لا انا عايزك تحكي لهم بتفاصيل وتقول لهم ايه السبب. بسم الله ما شاء الله ماشي. و ايه الجمال ده؟ الله لا الله ده لا 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 ده حاجه جميله. الله ثانيه انور عشان اوري لهم الله. شايفين فاكرين طبعا شكل المنظر اللي كان هنا؟ المنظر في الباب، المنظر قذر، المنظر وحش خالص بصراحه. ولسه كل ده هيتغير كمان لسه. وهنا 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 والاسمنت. يلا بينا. الغريبه ان الحيوانات بتاعتنا في البيت بتحس بينا. يلا هروح بس ده اهو. يلا يا رشا يلا مع بعض. يلا امشي. طبعا زي ما احنا متعودين دايما احنا بنحب نشاركوكم دايما في كل ارائنا. انا عندي اقتراح، انا عاوز اعمل هاخد خط عرضي بطول حد الارض حد الارض يدفع لي كده مثلا مثلا هو ايا كان اللي يدفع. وهعمل عمليه ترخيم بالمعجون حاجه شبه الركام. احنا مش عايزين نكلفه بين السلم كتير لان احنا هنوقعه. يعني الجزء ده زي ما قلت لكم بعد كده ان شاء الله ما يبقى معانا مبلغ محترم يعني. هيبقى لازم كده حته واحده حدود الجزئيه دي كده خالص. باذن الله. بس ده كل ده شغل مؤقت يعني بس. باذن الله. عشان نرفعه الباب. لازم السلم ده بواطي. فعشان نرفع الباب والباب مشكله الباب اللي فوق الصاله فاضيه. دي مشكله كبيره جدا. فاحنا هنضطر نشيل الجزء ده كله. وهنعمل كتله واحده من فوق لتحت في مره واحده باذن الله. ده طبعا بناخد رايكم برضه معانا، يعني اللي شايف اللي ليه راي ثاني او ليه فكر ثاني احنا بنرحب بيه، لان احنا بصراحه عصرنا تفكيرنا في الموضوع ده، عاوزين نوصل لافضل النتائج باقل التكلفه. فاحنا عاوزين نعمل كتله واحده، نشيل الجزئيه دي والجزئيه دي ونعمل كتله واحده عشان نرفع الباب، لان الباب زي ما شايفين وتحت الارض. طيب انا بقى عاوز مؤقتا عبال ما نوصل للمبلغ، لان هناخد مبلغ كبير جدا عندنا وعندكم انتوا كمان في جوالكم، الحديد والاسمنت بقت اسعاره مهوله. عاوزين نعمل فيها الجزئيه دي كده، ناخد الجزئيه دي كده ترخيم. ترخيم يعني ايه؟ يعني كانها رخام. هنعمله خطوط بعرض مثلا 10 سم وعرضيه كده ومربعات او مستطيلات، مستطيلات طويله. هنعمل مستطيل زيتي بعروق بيضاء ومستطيل ابيض بعروق زيتي. انت عايز تعملها ايه؟ عايز تعملها اللي هي الخطوط دي؟ اه ما بحبهاش. ده ما بحبهاش. ما بحبش انا النظام الرخام ده. هتعملي بقى شكله وحش. وهتعملي ايه؟ لا عند النظام اللي هو زي اللي شفناه على النت. عشان لازم الاسطمبه، لازم الاسطمبه وما فيش اسطمبه. اسطمبه ايه؟ اسطمبه اللي هي الاشكال الجميله. احنا مش عايزين اسطمبات. انا مفكر ان هو الجزء التحتاني ده تحدده وتعمل روله بالقماش وتحط عليه طبقه من المعجون تخينه وتمشي الرول عليه، هيبقى بيسموه ايه؟ هيبقى طالع لبره كده كله حته واحده. طيب انا بص انا هقول لك حاجه. انما نظام اللي انت بتقول عليه ده بايخ، انا ما بحبوش اصلا، ما بحبوش في اي حاجه يعني، ما بحبش الخطوط دي في اي حاجه.
مش هتبقى ظريفه، مش هحبها. طب انا بقول لك على حاجه، هنجربه اللي انت بتقول عليه ونجرب اللي انا بعمله، مفيش مشكله، ونغيره لو ما عجبناش نغيره، ايه المشكله يعني؟ هتجربه ازاي؟ هتجربه عادي، مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل. المعجون بتاعنا ولا اللي بشتغله ولا بجيب صنايعي، ايه المشكله يعني؟ هنجربه التخييم في كتله واحده، وهنجربه الرولة اللي انت بتقول عليها في كتله، ونشوفه اخر الاحلى والاحلى اللي يتعمل، ويتطور عادي، ما عنديش اي مشاكل. وممكن نعمله طوب، ممكن نعمله الجزء اللي تحت ده شبه الطوب. لا شبه الطوب في عيب خطير، هيلموا تراب وهتتعبوا في تنظيفه. وبرده الجزء اللي انت بتقول عليه الرولة اللي هي المجعده دي برده هيلموا تراب وهتتعبوا في تنظيفه. وده عيب في كتله. عموما ده مش وقته، يعني احنا هنعمله جزئين زي ما بقول لك، هنعمل جزء تخين وهنشوفه، طلع شكله جميل مفيش مشكله، طلع شكله وحش ونعمله جزء بالرول اللي انت بتقول عليها ديت، ونشوف هو الاحسن فيهم هننفذه باذن الله. تمام؟ ماشي. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا امبارح، انا ما ظهرتش في الفيديو امبارح لان مش عارفه، كنت حاسه ببدايه تعب كده من اول النهار، لكن بعد الغدا حسيت ان انا يعني بقول لأمنية بنتي، حاسه ان الدنيا بتدور بيا كده، وحسيت ان انا دايخه، حسيت ان دايخه جامد ومش قادره اخد نفسي، وقلبي تقريبا يعني كان فاضل له تكه ويقف. حسيت ان الدنيا والاوضه بتتحرك حواليا. فاللي بيقولوا لي ان القطط، انتوا بتربوا قطط وبتدللوها وبتدلعوها، والله ان القطط ديت يعني مش عارفه والله يا سبب من الاسباب ان انا خفيت امبارح ولا ايه، الله اعلم. دول بيحسوا بينا زي ما احنا بنحس بهم بالظبط، وعندهم احساس غريب. الثلاثه كانوا اتلموا حواليا، وسمسبه الصغيره ده اتلمت حواليا هي كمان، وحسيت بطاقه غريبه في جسمي. انا كان جسمي معدوم الطاقه فعلا، كنت حاسه ان جسمي معدوم الطاقه، زي ما يكون ادوني طاقه، الله اعلم الله اعلم. وعايزه اقول لكم ان انا من كتر الدوخه حسيت ان انا عايزه ارجع. طب ايه السبب؟ ايه السبب؟ انا حملت الاكل، والبارح كان فراخ بانيه. طبعا الفراخ بتاعتنا معروفه، فراخنا نظيفه ما فيهاش حاجه، بس انا شكيت في الزيت بصراحه. انا شكيت في الزيت اللي انا، رغم ان هو لسه فاتحه الازازه، مش هقول الازازه قديمه او مستعملاه قبل كده، انا ما بستعملش الزيت مرتين، انتوا عارفين. هو مره واحده اللي بستعمل فيها الزيت، وبعد كده بعمل منه صابون. امبارح فتحت الازازه لسه فاتحاها جديده، وعملت بيها الفراخ البنات، واتغدينا. ومعرفش بعد الغدا حسيت بالم في جسمي، بدوخه وبترجيع، كان حاله كده غريبه، وجسمي بيعرق عرق هستيري. احس ان جسمي بيبل السرير ميه من كتر العرق. العرق كان ماشي على وشي كانه حنفيات، وفجاه احس ببرد فظيع، عايزه اتغطى كاننا في الشتاء، رغم ان الجو حر. يعني احنا في شهر 8، الجو حر جامد. طيب وبعدين حسيت ان عندي حاله تسمم، مش عارفه والله، فعلا كان عندي حاله تسمم. فبسرعه قلت لابو عبد الرحمن يبل لي تمر، خليت امنيه تغلي لبن وحطينا تمر على اللبن. وهنا الريحان قلت له بسرعه الحقني بورقتين ثلاثه من الريحان اللي احنا زارعينه ده، بالنسبه للي عندهم مغص. وعبد الرحمن رخل قال لي انا بدات احس بمغص انا كمان. فعلا غسل لنا فرعين من عودين من الريحان ده، وغسلناه كويس، واكلنا الورق بتاعه، ومفيش نص ساعه حسيت بتحسن، حسيت فعلا بتحسن. الغريبه بقى اللي عايزه اقول لكم ان القطط ديت لما كنت تعبانه، كنت نايمه مش قادره اتحرك، لقيت مشمش جاي واقف على ظهري بيعمل حركات غريبه على جسمي، رايح جاي وبيحرك ايديه في جسمي زي ما يكون بيدلك لي جسمي ولا ايه. حسيت بطاقه عجيبه، استعجبت منها والله. فالقطط دي فيها سر، فيها حاجه غريبه، انا مش عارفه والله ايه السر اللي فيها، الله اعلم. عايزه اقول لكم ان الريحان ده من النباتات اللي لازم نزرعها في البيت، يعني انا اكتشفت فعلا انه من النباتات الطبيه سريعه العلاج فعلا والله، سريع في علاج المغص، اي حاجه في المعده، اي الم في الامعاء، في 5 دقائق
بيضيع القلق. حتى ريكس كمان كان حاسس بيا، لقيته جاي وقاعد في ريحي. يعني الحيوانات دي سبحان الله حنينه وجميله. لا مشاني 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 مشاني. والله انا عايز اقول لكم ان ريكس يعني الاول المغص اللي حاسس بيه ام محمود مش هي لوحده، كل البيت حس بنفس الالم، والم شديد جدا. انا شخصيا يعني ام محمود رجعت او تقيأت، خرجت اللي في بطنها. انا فشلت في عمليه التقيؤ لدرجه ان الالم كان شديد شديد. طيب انا قررت بصراحه ان احنا ما نستخدمش الزبده نهائي، الزبده اخره كده نعمل بصابون بصراحه، رغم ان الازايز لسه ما اتفتحتش ولسه. لا مش كل انواع الزيوت، لا 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 لا، هنستخدم زيت الزيتون خلاص. زيتون بس، برغم ان سعره غالي جدا مش مشكله، بس خلاص قرار نهائي. مفيش اكل بالزيت العادي نهائيا. لا 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 لا. معمول من ايه؟ مصنعينه بايه؟ ما اناش عارف. المغص كان في البيت كله، حتى الاولاد كلنا كلنا ريحان وكلنا تمر بلبن. انا عايز اقول لكم لسه المغص موجود عندي لحد دلوقتي في بطني. وانت كويسه ولا تعبانه النهارده؟ الحمد لله، بس هي في دوخه بسيطه كده مش عارفه ايه سببها، بس انا قررت قرار نهائي فعلا مش هستخدم الزبده نهائيا. ده اخره تعمل بيه صابون اخره نهائيا، مش هعمل بيه اي حاجه غير الصابون اللي بغسل بيه المواعين. يعني انا مش هعمل بيه اي حاجه. انا عايز اقول لكم بقى ان ريكس طول ما ام محمود تعبانه كان نايم قدام باب الشقه، ما بيتحركش ولا بيلعب ولا بيتحرك ولا بيعمل اي شيء. صح يا ريكسو؟ وكان حزين جدا وكان في منتهى الحزن. وفي حيوان وفي. والقطط والله كمان. وده طبيعي جدا بالنسبه للكلاب البلديه انها تكون حيوانات وفيه وحيوانات جميله. على فكره انا افتكر سيدي الله يرحمه ويغفر له ويسامحه، سيدي علي الله يغفر له ويسامحه، كان عنده كلب اسمها لاسي. ولاسي لما سيدي تعب في ايامه الاخيره كانت تقعد جنب الباب بتاع البيت وتبكي من كتر حبها فيه. ولما اخدوه لمدينه دمنهور، مدينه دمنهور تبعد حوالي مثلا 24 كيلو من مدينه المحموديه، الكلبه دخلت جوه العربيه والسواق ما رضاش يطلع بالعربيه. سبحان الله. والركاب خافوا منها، وسيدي قال له ما تخافوش ده الكلبه بتاعتي وطيبه وبتاع، وحاولوا يطلعوها من العربيه باي شكل وباي طريقه الا انها رفضت نهائيا نهائي نهائي، ويشدوا فيها ويحاولوا يخرجوها بالعربيه باي شكل، رفضت نهائيا انها تطلع بره العربيه، وراحت معاه مدينه دمنهور. الغريبه بقى انه ما كشفهم ورجعوا، ما خدوهاش معاه. بعد يومين رجعت، عرفت السكه ورجعت. بعد يومين رجعت. فسبحان الله الحيوانات ديت فيها وفاء. والمعلم سمسم هيكسر لي الفجل بتاعي. ده بينام وبيتمطح على الفجل، فوق الفجل. قوم يا قلب، قوم يا قلب، قوم. الحمد لله على سمسم. فعايز اقول لكم الحيوانات فيها وفاء غريب الشكل. طبعا ام محمود قرار، القرارات بقى ام محمود كده واحده واحده كده، القرارات بتاعتنا. لا لا لا، انا قررت اول قرار الامتناع نهائيا عن الالي بالزيوت العاديه. لا لا لا، وهنستخدم القلايه الكهربائيه. القلايه الكهربائيه اللي كانوا سالونا عن القلايه الكهربائيه، انا عايزه اقول لكم هي غاليه صحيح، كنت سالتونا عن ثمنها، هي ب 1850 وبتستهلك كهرباء كتير. بتستهلك كهرباء كتير صحيح، بس لو قارنتها بالالم اللي انا شفته في جسمي امبارح لا تستهلك. لا، وباسعار الزيت، اسعار الزيوت بقت حاجه خيال. يعني احنا عشان نقلي شويه بطاطس بنستهلك نص ازازه زيت. نص ازازه زيت النهارده طبق بطاطس بنص ازازه زيت بكام؟ تقريبا ب 20 جنيه النهارده ولا ب 15 جنيه مصري. ده بالسعر المصري يعني تقريبا بدولار تقريبا. فانا قررت ان انا يعني ادهن البطاطس بمعلقه زيت زيتون وتحط في القلايه تستهلك اللي تستهلكه من الكهرباء. هي بتقعد تقريبا تلت ساعه عشان تقلي البطاطس، لانها بنشغلها 10 دقائق ونقلب البطاطس، و10 كمان ونقلب البطاطس، يعني 3 عشرات كده، يعني 30 دقيقه بنلاقي البطاطس اتقرمشت وبقت في منتهى الجمال. هو الاولاد كانوا رفضوا الاكل في القلايه لفتره، وقالوا لا احنا مش واكلين في القلايه، احنا عاوزين بالزيت العادي، احنا متعودين عليه.
لكن بصراحه بعد اللي حصل امبارح ده خلاص انتهى. تاني حاجه احنا يا ام محمود عايزين نتوسعهم في زراعه النباتات الطبيه والنباتات اللي بتساعد على الهضم. يعني الريحان ده فعلا اكتشفت انه من النباتات الطبيه، والنعناع السعودي. والنعناع السعودي، النعناع السعودي اللي هو الحبق. الحبق هنا نباتين على السطح هم طبيين ممتازين للمغص والالام البطن والامعاء. حبينا نشارككم التجربه اللي حصلت معانا امبارح. زي ما انتم متعودين دايما احنا بنحب نشارككم كل التجارب بتاعتنا، ودي كانت تجربه مؤلمه صحيح، ولكن احنا اتعلمنا منها. خلاص سننا ما عادش يسمح لنا بتناول كميات كبيره من الدهون، ويبدو ان الزيوت الموجوده حاليا في الاسواق غير الزيوت اللي كانت قبل. حاجه كمان يعني اتمنى من كل متابعي القناه ان هم يزرعوا ولو نبات بسيط جدا طبي، اي نبات، اي نبات بسيط طبي، يعني زي النعناع، زي الحبق، زي الريحان، اللي هي النباتات اللي بتدي قوه في جهاز المناعه وبتعالج المعده باشياء بسيطه. يعني فعلا صيدليه متكامله وبتسعف، يعني لولا وجود الريحان على السطح ما كناش اسعفنا بصراحه. يعني اسعفنا وبسرعه. امبارح كان اسعاف، كان اسعاف، ما رحناش مستشفى، ما رحناش اي حاجه، ما رحناش لاي دكتور، لان انا ما كنتش قادره اتحرك حرفيا، كنتش قادره ارفع راسي من على المخده، وحاسه بدوخه، فتح عيني احس بدوخه فظيعه، فمش عارفه ايه السر وايه السبب، فانا شاكه في الزيت، عشان كده قررت ان الزيت ده نهائيا مش هستخدمه في اي نوع من انواع الاكل اللي انا بعمله نهائيا. انهي الفيديو يا ماما فقط، انهي الفيديو، واتمنى لكم الصحه والعافيه، وفي نهايه الفيديو اتمنى ان احنا افدناكم ولو بمعلومه بسيطه. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش برضو قناتنا الثانيه الخاصه بخلف الكواليس والفيديوهات القصيره، وفر في بيتك منوعات ثلاثه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالي يا عفاريت، تعالي، تعالي نوكلوا الفراخ، يلا تعالي نوكلوا. لا خليك انت وانا هاكل كل حاجه، ارتاحي.